Liebe Schüler und Schülerinnen, wie geht's euch? Unser Unterricht heute ist der Imperativ. Der Imperativ, al-huwa sirit al-amr. Der Imperativ hat drei Formen: du Form, ihr Form, sie groß Form. يعني الإمبراتيف بتاعنا أو صيغة الأمر بتاعتنا بيبقى ليها ثلاث أشكال: دو فورم صيغة الأمر مت دو، إيا فورم صيغة الأمر مت إيا أنتم، زي غروس فورم صيغة الأمر مت زي غروس اللي هي للإحترام حضرتك أو حضرتك. Der Imperativ Satz beginnt mit dem Verb und Ausrufezeichen am Ende. جملة الأمر بتبتدي بالverb الverb بتاعنا und Ausrufezeichen am Ende يعني علامة التعجب am Ende, في نهاية الجملة. Zum Beispiel, trink die Milch. اشرب اللبن. Trink. بداية الجملة. Ausrufezeichen am Ende. Nummer 1. Du Form. صيغة الأمر mit du. أنت. بميتها ازاي أو بعرف صيغة الأمر mit du ازاي. Imperativ mit du. Wir finden einen Singular Nomen im Satz. يقصد إن عشان أعرف إن دي جملة أمر مت دو بلاقي اسم مفرد singular nomen اسم مفرد في الجملة. Zum Beispiel فابيو und كوما. فابيو بعدها كوما بيعرفك إن فابيو واقف قدامك وبتتكلم معاه. Ausrufezeichen am Ende أنت كده عرفت إن دي imperativ Satz جملة أمر. طب هعملها إزاي مت دو؟ Wie ist das Verb im imperativ mit du؟ إزاي بيكون شكل الverb في جملة الأمر مع دو؟ تعال نقسم كده الverbين اللي عندي. دي شواخن verbين الأفعال الضعيفة اللي هي التصريف بتاعها بيبقى عادي خالص ما فيهوش مشكلة. Zum Beispiel verb kommen. تعال كده نصرف kommen mit du. Du kommest. Du kommest. ده نمر 1. نمر 2. Wir streichen st. يعني احنا بنحذف الst بيبقى الverb بشكله ايه في النهاية؟ Come. Come. Ohne an ohne st يعني بدون ال an وبدون ال st come und ausrufezeichen. Zum Beispiel Tim komm hier. يا تيم تعال هنا. Singular nomen اسم مفرد ausrufezeichen am Ende علامة تعجب في النهاية يبقى ده imperativ Satz جملة أمر mit mean mit du عشان عندي singular nomen. يبقى عملنا ايه؟ صرفنا الverb mit du عملنا streichen لل st حذفنا ال st. دي starken verben. دي starken verben فيها يعني هي دي اللي هنركز عليها شوية. ليه؟ لأن احنا أول خطوة أو نمر 1 zum Beispiel verb sprechen. على سبيل المثال verb sprechen تعال نصرف sprechen mit du. Du sprichst. احنا عارفين اللي starken verben بيحصل فيها Änderung أو تغيير فين mit du und er و s و sie. لما بنيجي نصرفها مع du و er و s و sie بيحصل فيها ايه؟ تغيير. الverb sprechen اللي بيحصل فيه ان حرف ال A بيتحول ل E. Du sprichst. نمرة 2 streichen wir ST. احنا هنحذف ال ST. يبقى الverb في النهاية شكله بقى ايه؟ sprich. Sprich. Und Ausrufezeichen. علامة التعجب. Zum Beispiel Luisa sprich leise bitte. Singular nomen. اسم مفرد. تصرفنا الverb. Sprechen بقى sprich لان احنا عملنا streichen ال ST. Sprech leise bitte. تكلمي بصوت واطي من فضلك. طيب في فيربات زي فيرب فاغن. فاغن لما نيجي نصرفه من دو. دو فارست. اللي حصل الفيرب الا تحولت لا املاوت والاس تي. يبقى احنا هنا هنعمل حاجتين. اول حاجه اشتغايشن للاس تي هنحذف الاس تي وكمان اشتغايشن للاملاوت. اشتغايشن للاملاوت يعني عملت حذف الحاجتين الاس تي والاملاوت. يبقى ام اند الفيرب بقى شكله ايه في النهايه؟ فاغ. فاغ. فيرب زاين ان دير دو فورم يعني شكل فيرب زاين في الامبراتيف مت دو. فيرب زاين بمعنى يكون. بيبقى شكله ايه بقى في الامبراتيف مت دو؟ الامبراتيف مع دو ده لازم يتحفظ كويس جدا. زاين زاي زاي امبراتيف مت دو هيبقى شكله زاي. انا زاي هوفليش. انا زاي هوفليش كوني مؤدب. نمرة 2 ايا فورم صيغة الامر مع ايا. imperativ mit ihr wir finden einen plural nomen im Satz يعني احنا بنلاقي في جملة صيغة الامر mit ihr بنلاقي plural جمع. Zum Beispiel Kinder.
Schüler, Kinder, يعني أطفال. Schüler, يعني يطلب. ولازم طبعاً الكومة ولازم الأوسروفيتزايشن علامة التعب. ممكن ألاقي كمان في الجملة عشان أعرف إن دي إمبراتيف مت إياه أمر مع إياه إياه اللي هي أنتم. بلاقي زواي نومن أو ضميا، يعني بلاقي اسمين ممكن أكون بتكلم مع شخصين وبلاقي أو أكتر أو ثلاثة بقى أو أربعة. زوم باشبيل فابيو وند تيم، فابيو تيم زواي نومن أو زواي بيازونن شخصين. يبقى أنا إمبراتيف مت إياه هتلاقي إما بلورال نومن zum Beispiel Kinder، هتلاقي اسم جمع زي Kinder، وهتلاقي zwei Personen oder mehr شخصين أو أكتر بتتكلم معهم. Wie ist das Verb im Imperativ mit ihr؟ إزاي بيكون شكل الverb في الإمبراتيف mit ihr بصيغة الأمر مع أنتم؟ Kommen، هنا بقى سهل جدا مفيش أي مشكلة. Wir konjugieren das Verb mit ihr nur فقط، يعني أنت بتصرف الverb mit ihr. Kommen، ihr kommt، تي إيا كومت. يبقى الفيرب عندك هيبقى شكله إيه؟ كومت. زوم بايشبيل أنا أوند لويزا كومت فرو. عملت إيه؟ إن شفت أنا أوند لويزا عرفت إن ده إمبراتيف زاتس مت إيا مع أنتم عشان عندي بلورال جمع. كومت صرفت الفيرب مت إيا خد تي. كومت فرو أنا ولويزا من فضلكم تعالوا بدري. فيرب زاين إن دير إيه فورم، يعني فيرب زاين مع إيا بعمل إيه بقى فيه؟ أنا قلت الإيا فورم ما فيهاش أي مشكلة، بتصرف الفيرب أي فيرب عندك بتصرفه مت إيا نوع فقط. Wir konjugieren sein mit dem Pronomen ihr. أنت بتصرف فيرب زاين مع الضمير إيا، هيبقى شكله إيا زايد زايد. يبقى أنا محتاجة زايد هي اللي هتبقى في الجملة. Zum Beispiel Kinder زايد höflich. يا أطفال زايد höflich. الأطفال كيندا هنا اعتبرناها إيا أنتم لأنها بلورال جمع. نمرة غاي زي فورم الإمبراتيف ميت زي غروس. زي غروس اللي هي حضرتك أو حضرتك. إمبراتيف ميت زي ويا فندن هي أو دفغاو إنزات. يقصد يعني أميز إزاي الإمبراتيف ذات ميت زي غروس. هتلاقي عندك في الجملة إما هي يا إما فغاو، وممكن الاقي ماين فاطة، ممكن الاقي ماين موتة، يعني حد لازم يعني لازم ايه استخدم معاه زي غروس. زوم بايشبيل هي بول كوما اوزروفيتزايشن اودر فراو تينا. في اس داس فيرب ام امباراتيف ميت زي، ازاي بيكون شكل الفيرب في جمله الامر ميت زي؟ في كونيوجيرن داس فيرب ميت زي غروس اون زيتسن زي ناخ ديم فيرب. ازاي يعني؟ يعني انا بصرف الفيرب بتاعي ميت زي غروس، ومش بس كده، ده انا بضع كمان زي غروس بعد الفيرب، ودي الحاله الوحيده اللي انا بحط فيها البغنومن بتاعي. بتصرف الفيرب بتاعك مع زي غروس وبتاخد زي غروس معاك كمان. زوم بايشبيل فيرب كومن، تعالوا كده نصرفه مع زي غروس، هيبقى كومن نفس الشكل. في الامبراتيف فورم هيبقى كومن زي، زي نزلت معايا في الجمله. زوم بايشبيل هير احمد سبريشن زي لاوت بيتي. هير احمد اتكلم بصوت عالي من فضلك. شبراشن اهي اتصرفت مع زي غوص ونزلت بعدها زي غوص. فيرب زاين ان دير زي فورم، فيرب زاين مع الامبراتيف ميت زي غوص بيبقى شكله ايه؟ هستخدمه ازاي في الامبراتيف ميت زي غوص؟ زاين احفظ شكله كويس، زاين في الامبراتيف ذاتس هيبقى زاين ميت زي غوص زاين. فراو منى زين زي نشت شترينج بيت، يعني بتقول لها يا فرامونة ما تبقيش شديدة من فضلك، زين زي نشت شترينج بيت. حطينا زين بالشكل بتاعنا المفروض نحفظه زين، وحطينا كمان زي بعد الفيرب. ويلي اوس Arbeitsbuch Seite 29. تعالوا بقى نطبق الكلام ده. Nummer 1. Karma. Lern, lernet, lernen, Mathe für die Berufung. Karma, Singular Nomen, ist Mufrat, Ausrufezeichen. خلاص أنا ميزت إن ده imperative Satz. هعمل إيه؟ الفيرب بيتصرف مع دو und streichen ST وبنحذف ال ST. هتبقى دي Antwort ist Lern. الإجابة Lern. Nummer 2. Mein Vater gibt, gebe, geben Sie mir bitte das Taschengeld. دي أنتوارتي إست جيبن، ليه اخترنا جيبن؟ لقيت عندي زي غروس في الجملة، بدأ إمبراتيف ميت زي، الفيرب هيبقى شكله جيبن. نمرة 3. فرا أميلة
Frau Amira, schreiben, schreib, schreibe Sie bitte die Regeln an der Tafel. Bekellen Frau Amira? تمام يبقى ده امبراتيف ميت زي او زي جروس عندي كمان اهي يبقى شرايبن صرفت الفيرب مع شرايبن نوما فيها ايش هاب دين كوخن زيلبست جيباكن يعني بيقول انا خبست الكيكه دي بنفسي بروبيره بروبيرن بروبيرت زي دوخ اين شتوك جربي حضرتك قطع عرفت منين هنا بقى امبراتيف ميت زي عشان عندي زي نفسها زي غوص عندي اهي في الزاتس بتاعتي في الجمله بتاعتي هيبقى بروبيرن ده كده صرفت الفيرب ميت زي نمبر 5 ايري تاشه است اوفن الشنطه بتاعت حضرتك مفتوحه زايد زاين زاين زي فازشتش هير بيك انا جملتي هنا فيها هير بيك مستر بيك يعني وزي غوص بس كده خلاص يبقى ده امبراتيف ميت زي غوص زين هيبقى شكله زين زين نمبر 6 احمد كوما اوزغوف تايشن برينج برينجت برينجن ماين بوخ بيتي احمد هات لي الكتاب بتاعي من فضلك احمد يبقى امبراتيف ميت دو يبقى برينج حذفنا الاس تي نمبر 7 كيندا كوما زين زاي زايد روش بيتي كونوا هادئين من فضلكم الكيندا انا بكلم الكيندا بيبقى ده امبراتيف ميت ايا عشان هنا بلورال نومن اسم جمع فيرب زاين في الامبراتيف ميت ايا بيبقى زايد نمبر 8 وارتن زي بيتي انتظر حضرتك فانج فانجن فانجت زي نوخ نيشت ان ما تبداش من فضلك يبقى ده امبراتيف ميت زي غروز عندي زي غروز اهي يبقى فانجن زي الفيرب هنا اصلا اسمه ان فانجن ده تريمبا فحطيت ان في الاخر ده عشان فيرب منفصل نمبر 9 دينا دي زوبي است تو هايس الشوربه سخنه جدا زي زين زايد فازشتش يعني كوني حذره انا هنا بتكلم مع دينا زينجولا نومن يبقى ده امبراتيف ميت دو طب امبراتيف ميت دو فيرب زاين بيبقى شكله ايه زي زي فازشتش كوني حذره نمبر 10 باست باست باستن زي اوف هير علي Der Stuhl ist kaputt. يعني خد بالك يا هير علي الستول الكرسي بيكون مكسور. Imperative mit sie groß. صرف الفيرب بعد زي مع زي groß هيبقى passen. Passen Sie auf يعني احترس او خد بالك. Am Ende des Unterrichts wünsche ich euch viel Erfolg.